بمعرض دبي الدولي للسيارات 2017 في كثير من السيارات المميزة والإصدارات الحصرية، ولكن هاي اللائحة هي ثلاثة من أكثر السيارات اللي حبيناها بهالمعرض. أطلقتها فراري كبديل للفراري كاليفورنيا. تعتبر البورتوفينو هي أسرع سيارة مكشوفة لأربع أشخاص تقدر تحصل عليها، وركزت فراري لما أطلقت هاي السيارة على مدى العملية والراحة اللي حتحصل عليها لما تستخدم هاي السيارة بشكل يومي. طبعاً السيارة عم تجينا مزودة بمحرك سعة 3.0 لتر توين توربو، واللي عم بدفع هاي السيارة لسرعة قصوى بتوصل ل 320 كيلومتر بالساعة. ومثل كل سنة فاجأوني مصممين فراري بتصميم خلاب لسيارة فعلاً لا تقل جمالاً على أي سيارة فراري حصلنا عليها قبل هيك. البرابوس 900 واحد من عشرة، مثل ما اسمها بيقول هي واحدة من عشر سيارات فقط اللي حيتم إنتاجها من هاي النسخة، وبسعرها اللي عم بوصل لقرابة 2.5 مليون درهم يمكن بكل صراحة أن نقول هاي أقوى سيارة دفع رباعي تقدر تحصل عليها. طبعاً السيارة مبنية كتعديل على المرسيدس جي كلاس. عم تحصل البرابوس 900 على محرك V12 توين توربو جبار بسعة 6.3 لتر، عم بيعطيها قوة خيالية بتوصل ل 900 حصان وعزم بيوصل ل 1500 نيوتن متر. بظن انه معظم الناس شبه متفقين انه الجيب شيروكي هي افضل سيارات الدفع الرباعي الامريكية. طب شو رأيكم بشيروكي ما محرك سوبر تشارج بسعة 6.4 لتر عم بيعطيكم قوة بتوصل ل 700 حصان وعزم 875 نيوتن متر؟ هذا المحرك عم بدفع السيارة من سرعة 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بخلال 3.6 ثانية. هاي هي الجيب شيروكي تراك هوك، وبتقول جيب انه مش بس حتعطيك هاي السيارة سرعة بالخطوط المستقيمة، ولكن اضافة لهيك حتعطيك متعة بالقيادة حتى على المنعطفات. طبعا نترك الحكم على هذا لحتى نجرب السيارة.